شريف حرب مسؤول لجنه اعلاميه التحرير الشعبي جامعه حلوان. النهارده وافى تضامنا مع زميلنا محمود صفوت مناسب عام التحرير الشعبي جامعه حلوان ومشترك في نشاط صوت الطلبه. محمود يوم السبت اللي فات تم القبض عليه من قبل رجال الشرطه، هاجموا بيته يوم السبت الصبح، طبعا دخلوا عملوا تفتيش للمنزل عنده وحطموا اساس منزله والكمبيوتر الخاص بيه. الساعة 5 عرفنا انه جاله امر ضبط واحضار من النائب العام، هو وغيره 21 شاب. محمود ما نعرفش عنه اي حاجة لغاية دلوقتي، كل اللي نعرفه انه هو متهم بانتمائه لافراد جماعة البلاك بلوك، ويعني هو مش منهم اصلا، يعني الكلام ده لحد دلوقتي افتراء. كنا قلنا لو كان حد غير التيار المعارض عامه، مش هنقول تيار شعبي ولا دستور ولا غيره، ما كانش هيبقى ده الموقف بالنسبه لاي حد من المسؤولين. الحكومه عامه دلوقتي يعني متشدده شويه مع مع مع, مع طلاب او النشطين السياسيين من التيار المعارضه، بيجيبوهم من بيوتهم. دلوقتي عادت النظام القمعي لامن الدوله مره اخرى، اسلوب زوار الفجر ان هم يجيبوا النشطاء من بيوتهم، وده اللي حصل مع محمود صفوت وعبد الرحمن عربي. عمر كامل وصي اللجنه الاعلاميه لطلاب حزب الدستور وكليه حقوق جامعه الكهرباء. احنا النهارده واقفين بالتضامن مع طلاب التيار الشعبي عشان طالب سبب اعتقال الطالب محمود صفوت مؤسس عام التيار الشعبي في كليه حقوق. دور الحكومه الحقيقه مش شايفين دور ليها، بالعكس دي بتنفذ دور قمعي شبيهه لسياسات النظام الوطني كان النظام الحاكم وقت قبل الصف، بس بسبب يعني كان سبب من الاسباب اللي هو كان ليه نشاط سياسي في الجامعه، وده مش يعني مش جريمه، ما بيعملش حاجه، دي مش جريمه.